أيها الأحبة، يشرفنا ويسرنا أن يكون يعني ضيفنا فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب، أهلا به ومرحبا في هذا المجلس. هو كما تعلمون أحسن من أهل العلم والفضل، وجاء يعني مسلما مؤمنا لشيخه وشيخنا الشيخ عبد المجيد بن عبد الحق الهاشمي حفظه الله تعالى. يعني يقال ان الشيخ موجود بنا ان شاء الله، لابد ان نسمع منه همسه لاخواني وتلامذته بعد ان يفرغ يعني من التقرير الشيخي حفظه الله تعالى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأحييكم بكلمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هم أهل الحديث بيصلوا على النبي ولا لا؟ أهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قولته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرحبا بطلبة العلم. أسأل الله جل جلاله أن يثبتني وإياكم على الإيمان، وأن ينجيني وإياكم من الفتن. فاتني وهذا من فرحتي بلقائكم أن أبدأ أولا بتحية شيخنا وأستاذنا ومعلمنا وكبيرنا وإمامنا ومحدثنا فضيلة الإمام الشيخ أبو خالد عبد الوكيل حفظه الله. أسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفع المسلمين بعلومه وأن يعطيه الصحة والعافية وأن يرحم والديه وأمواتنا وعلماءنا وعلماء المسلمين. شرفت مصر وأكرمتنا بهذه الزيارة، جعل الله عز وجل سعيك مشكورا وجعل خطواتك في ميزان حسناتك ورفع في الدنيا والآخرة درجاتك شيخنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله وأنتم في مقام عظيم، مقام هذا التحديث. وقد أخبرت الشيخ عماد الجيزي جزاه الله خيرا أن هذه الطفرة في مصر من فضل الله وحده علينا، فاحمدوا الله عليها واعملوا أهل مصر شكرا، اعملوا شكرا هذا الفتح الذي فتحه الله. وقد ذكرت للشيخ وحيد بالي أيضا أن هذه المجالس إحياءها مرة أخرى من أعظم نعم الله علينا. دعكم من المثبطين الذين يقولون لا فائدة من الإجازات، الذين يقولون هذا السماع ما شأنه وماذا يفعل، دعك من كل هذا الكلام. هذه بركة إن لم يكن فيها إلا هذا الاجتماع الطيب، وكوننا نسمع مئات المرات كل يوم قال رسول الله نسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شيء عظيم. إحياء سنة الإجازة مرة أخرى وإحياء هذا الجلوس لسماع الحديث فقط، هذا شيء عظيم، هذا شيء أرجو أن يكون جليلا عند الله جل جلاله إذا صدقت النية وإذا حسنت النوايا. ولذلك إخوتي، إن كان من وصية لنفسي وإياكم فهي الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إخوتي، الإخلاص. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد في صفحة ينبغي لكل منكم أن ينسخها ويجعلها أمامه إمامه، قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. قال: فإن رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. ومما يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. وازهد في مدح الناس زهد أهل الدنيا في الآخرة. والذي يسهل عليك الزهد في المدح أن تعلم أنه ما من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين.
إخوتي الإخلاص. وقد قال أيوب السختياني عليه رحمة الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فنسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق يا رب العالمين. ثم إخوتي الأدب، ارفقوا بالشيخ وارفقوا بأنفسكم، واعلموا أن هذه المجالس مجالس التحديث، والحديث نفسه هذه المجالس لها أهلها. هذه الطريقة قد لا توافق بعض الناس، لكن عود نفسك وربها على أن تتعود على طريقة أهل العلم، تعلمها وارضها، وإذا صبرت عليها سهل لك ما توعر منها إن يسر الله لك هذا الطريق لتكون من أهله. وإن لم تكن فإن الله جل جلاله جعل طرق الوصول إليه كثيرة، الحديث أحدها، والقرآن آخر، وقيام الليل والذكر والإنفاق وطلب العلم والدعوة والنفقة في سبيل الله والحج والعمرة والذكر، طرق والأبواب كثيرة جدا. فإن لم ينفعك هذا الباب ولم يسهل لك فعليك بغيره، ولا تتوقف كما قلنا في أصول الوصول: انشغل بالمتاح ولا تعالج المغلق. نسأل الله جل جلاله أن ييسر لنا سبل الوصول إليه. ألتمس بركة الله جل جلاله بأن أقرأ على الشيخ حديثين إن أذنتم لي. يعني أنا الحمد لله قرأت على الشيخ قبل كده في مكة، ومعايا إجازة من الشيخ من 10 سنوات، مش كده شيخنا؟ جزاك الله خير. فيعني بس اسمحوا لي أقرأ. سند المد. وما هي سند المد؟ لازلنا أيها الأحبة في المجلس السادس من مجالس سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله، على فضيلة العلامة شيخنا المسند الأصيل عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي المكي حفظه الله تعالى. والقراءة الآن عند باب عظيم جدا غفلنا عنه، وسنعيده من أوله لأهمية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وهو الذي كان يقرأه أخونا عماد الجيزي حفظه الله، وهو: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. نسمعه. وأنها مخلوقة، نسمعها من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. تفضل سيد. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبصاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم ابن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، واجعلنا من أهل الجنة، وجزاكم الله خيرا.